ولكن خلينا في جميع الاحوال يا كابتن، زي قبل مباراه فيتا كلوب المباراه اللي فاتت في التوقيتات دي، يعني طبعا حضرتك عارف قبل المباراه دي كان الموقف معقد جدا بالنسبه للنادي الاهلي، ولكن شخصيه النادي الاهلي او بين قوسين البطل او شخصيه البطل بين قوسين النادي الاهلي، لان اسم النادي الاهلي دايما لازم نقول بعديه البطل او لو قلنا البطل هنقول بعديه النادي الاهلي. فاعتقد شخصيه البطل وشخصيه النادي الاهلي بتظهر في المواقف اللي زي دي. ويعني زي ما هنقول المريخ هيدخل جمهور وهيلعب الساعه 3، حصل برضو وتصريحات كبيره جدا من المدير الفني الفيتا كلوب قبل المباراه اللي هناك، معرفش هو كان واثق ولا تصريحات، يعني ساعات بنقول تصريحات حرب نفسيه، ولكن الحمد لله شخصيه النادي الاهلي وشخصيه البطل في التوقيت ده حسمت كل حاجه. ويمكن زي ما لو كابتن هاني زي ما حضرتك عارف دي من اعلى النتائج 3-0 تقريبا في البطولات الافريقيه، دي اعلى نتيجه صحيح النادي الاهلي حققها بره بره ملعبه على مدار التاريخ، يمكن اتكررت 3 مرات تقريبا. فاعتقد حاجه مهمه جدا يعني، ولكن عايز اقول لازم نقول على الورق ان النادي الاهلي لم يتاهل يا كابتن هاني. برافو عليك. يعني النادي الاهلي لم يتاهل برضو على النقيض، برضو انا يعني برضو بنتكلم بكل ادب على نادي الزمالك، نادي الزمالك لم يخرج صحيح يعني على الورق برضه لم يخرج الى الان الى الان يعني يمكن من 4 مباريات 12 المفروض بيهم 12 نقطه، النادي الاهلي حصل على 7 نقاط، يمكن نادي الزمالك حصل على 2 نقطة ولكن برضه لم يخرج. فلازم المدير الفني والاداره سواء كابتن برضه سيد عبد الحفيظ في النواحي الاداريه نوصل للعيبه ان احنا ما وصلناش، يمكن قطعنا اكتر من 80%، شوط كبير لكن لسه فوزنا على المريخ طبعا يأهلنا بنسبه ان شاء الله 100%، واعتقد ان ما نسيبش اي حاجه للظروف، يمكن لازم نروح هناك نلعب على الفوز، ولو ما كسبناش ما نخسرش. اعتقد ده المفروض يبقى الهدف للمدير الفني من خلال تحضيراته للمباراه دي.